بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة خاصة جدا بمناسبة نهاية العام وبداية عام جديد. الحقيقة سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أقول لحضراتكم أن أنتوا وحشتوني جدا 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 جدا، يعني ممكن أقعد أقول جدا لغاية لما السنة الجاية تنتهي. خلال الفترة السابقة الحقيقة وخلال 7 أو 8 شهور ما كنتش بظهر على قناة النادي الأهلي، وكلام كتير جدا 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 اتقال خلال هذه الفترة، ولكن في النهاية أنا متواجد مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بعد هذا التطوير الرائع. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كنتوا بتتفرجوا خلال الفترة السابقة، حاجات جميلة جدا بتحصل، استوديوهات رائعة، زملاء على أعلى مستوى، الكل الحقيقة هنا في داخل قناة النادي الأهلي بيشتغل بروح الفانيلا الحمراء وبروح عائلة النادي الأهلي، وهو ده الأساس اللي دايما بنشتغل عليه. من الأوقات اللي أنا كنت ببقى فرحان بيها جدا جدا وفخور إن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق، وقت افتتاح قناة النادي الأهلي وفرحة جمهور النادي الأهلي، واللي حصل خلال هذه الفترة من تطور واضح جدا لهذه القناة بعد ما كانت الأمور يعني صعبة جدا خلال الفترة السابقة، ولكن الآن زي ما حضراتكم شايفين كل الأهلوية فخورين، كل الأهلوية مبسوطين، كل الأهلوية فرحانين. أنا سعيد جدا جدا بالتواجد مع حضراتكم، وإن شاء الله خلال هذا الشهر بناء على كلامي طبعا مع إدارة قناة النادي الأهلي هكون متواجد مع حضراتكم في برنامج هقول لكم كل تفاصيله وهقول لكم كل حكاياته وكل رواياته، لأن عندي فيه تفاصيل كتيرة جدا 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 هقولها لكم خلال البرنامج النهاردة. طيب أنت النهاردة طالعين تعملوا إيه؟ النهاردة إحنا طالعين نحتفل مع حضراتكم، نحتفل بنهاية سنة كانت صعبة جدا من الناحية الصحية ومن ناحية أمور أخرى كثيرة جدا، ولكن الفرحة الوحيدة أو الفرحة اللي كانت دائما متواجدة هي النادي الأهلي. النادي الأهلي خلال السنة اللي فاتت تحديدا فرحات أو أمور كتيرة جدا 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 كنا فرحانين فيها. فرحنا بالدوري العام المصري، فرحنا بكأس مصر، فرحنا ببطولة إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، هنتكلم عن كل الأمور دي النهاردة، وأيضا فرحنا بالمستوى الأخلاقي اللي متواجد داخل النادي الأهلي. يعني إيه المستوى الأخلاقي اللي متواجد في النادي الأهلي؟ حضراتكم عارفين النجم مؤمن زكريا، طبعا نجم مؤمن زكريا خلال فترة طويلة جدا كان تعبان وكان بيتقال كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، ولكن ما حدث خلال هذا العام من تضافر كل الجهود لعودة مؤمن زكريا مرة أخرى، أعتقد أن ده كان من أهم سمات هذا العام. السنة دي كان فيها حاجات حلوة كتيرة جدا، كسبنا دوري، كسبنا بطولة أفريقيا، كسبنا كأس مصر، وإن شاء الله ربنا يكملها لنا على خير السنة اللي جاية وتبقى سنة خير 2021، وتبقى سنة جديدة ناخد فيها كمان السوبر المصري والسوبر الإفريقي، وإن شاء الله نعمل مركز أو ليه لأ ما ناخدش كأس العالم، يعني هنبقى نتكلم برضو في الأمور دي، كأس العالم للأندية يعني. ولكن ما حدث مع مؤمن زكريا من تضافر جمهور النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي أو لاعبو النادي الأهلي خلال الموسم السابق، أعتقد أن ده كان أبرز شيء وكان شيء هام جدا جدا، وإن دل يدل على أن عائلة الأهلي ستظل دائما موجودة، عائلة النادي الأهلي ستظل دائما موجودة. مؤمن زكريا كان هو الرمز خلال هذا الموسم، سواء في البطولة الأفريقية أو سواء في الدوري العام أو في كاس مصر، كل اللاعبين احتفلوا مع مؤمن، كل الجمهور احتفل مع مؤمن وراحوا له البيت. رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، الحقيقة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب احتفل مع مؤمن، وكانت لحظات جميلة جدا 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 الحقيقة، كل الجمهور الأهلاوي شافها وكل جمهور مصر الحقيقة. فده إن دل فبيدل على قد إيه عراقة هذا النادي وعلى احترام النادي ده لنفسه والأبنائه والأخلاقه والاسم مصر قبل أي شيء الحقيقة، لأنه الموسم اللي فات حصل فيه عثرات كتيرة جدا، ولكن استطاع النادي الأهلي بإدارته وبلاعبيه وقبلهم بجمهوره أنه هو يقف ويقف أمام كل الهجمات اللي كانت متواجدة على
النادي الأهلي وعلى أي حاجة بتحصل في البلد. النادي الأهلي هو نادي الوطنية قبل أي شيء آخر. عشان كده النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا وحلقة استثنائية جدا. لما طلب مني الحقيقة أنا ما كنتش موجود هنا في القاهرة، كنت برا القاهرة، لما طلب مني أن أنا أكون متواجد النهاردة في نهاية عام وبداية عام جديد الحقيقة ما فكرتش، يعني لما الأستاذ إيهاب كلمني ما فكرتش الحقيقة وما ما حاولتش أن أنا قلت له يلا أنا ما عنديش مشكلة. فتخيلوا حضراتكم النهاردة أن حلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا بمناسبة نهاية عام رائع مرة على النادي الأهلي من حيث البطولات. عندنا أمور كتيرة جدا هنتكلم فيها وإن شاء الله بداية عام جديد. تخيلوا حضراتكم النهاردة هيكون معايا مين؟ هيكون معايا اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار، اتنين من النجوم الأساطير، اتنين من النجوم الرموز داخل النادي الأهلي، النجم الكبير الكابتن محمد بركات والنجم الكبير الكابتن سيد معوض. هنتكلم في كل حاجة النهاردة. أنا مش مذيع على فكرة، أنا النهاردة جاي أقعد مع حضراتكم وحضراتكم تقعدوا معانا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هتكلم أنا وسيد وبركات، هنتكلم في كواليسنا، إيه اللي كان بيحصل، الأمور اللي عدينا بيها، الفترة اللي عشنا فيها، إزاي النادي الأهلي اتعلمنا منه حاجات كتير، إزاي جمهور الأهلي بيقف وبيساندنا، إزاي إدارة الأهلي، كل إدارات النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن إزاي بتقف مع لعيبتها، إزاي بتساند البلد في كل الأمور الاجتماعية وفي كل شيء. هنتكلم في كل الأمور. بس كده لا، عندنا كمان النهاردة ناصر البرنس النهاردة ولأول مرة هيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. هنعمل إيه مع ناصر البرنس؟ أنا النهاردة لما عرفت أن ناصر هيكون معانا ما كلتش حاجة من الصبح بصراحة يعني، وعارف أن حضراتكم النهاردة قاعدين السيدات الفضلايات الحقيقة هيبقوا قاعدين بيتفرجوا، والرجالة كمان بيني وبينكم يعني الرجالة هيبقوا قاعدين بيتفرجوا على ناصر علشان يشوفوها بيعمل لنا الأكل النهاردة. بالمناسبة الأستاذ إيهاب النهاردة كان متواجد معايا وكان بيقول لي على أن لأول مرة، يعني يا ريت برجاوي تجيب لنا برضو المطبخ لو أقدر أقوم كمان يعني يبقى كويس جدا. ده لأول مرة هيبقى مطبخ النادي الأهلي أو مطبخ لأول مرة بيتم افتتاحه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، يعني هنقف بقى في وسط الاكل وفي وسط اللحمه وفي وسط الكبده وناصر هيعمل لنا كل حاجه، هيعمل لنا كل حاجه النهارده. ملوخيه، انا بس بقول لكم انا بغششكم على فكره. الموضوع بقى مختلف جدا. معلش بقى، الاكل هيبقى حاجه مختلفه جدا زي ما حضراتكم شايفين. النهارده عاملين لحضراتكم سهره خاصه جدا 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 من داخل قناه النادي الاهلي. زي ما قلت لكم يعني أنا كنت بقالي فترة ما بجيش القناة الحقيقة، لكن من ساعة ما دخلت والحبايب كلهم متواجدين، الاستوديوهات كلها زي ما حضراتكم شايفين متغيرة، تغير كامل الحقيقة في داخل قناة النادي الأهلي. وقد إيه الواحد بيبقى فخور لما بيسمع اسم النادي الأهلي وبيشوف شاشة قناة الأهلي. شاشة قناة الأهلي زي ما حضراتكم دايما متعودين منها هتشوفوا اجمل حاجه واحسن حاجه من خلال هذه الشاشه. انا المفروض ان انا ما اقفش هنا الحقيقه، انا قمت فجاه علشان اوري لحضراتكم المطبخ، لكن في النهايه هي دي قناه النادي الاهلي وهي دي سهرتنا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا النجم الكبير الكابتن سيد معوض، النجم الكبير كابتن محمد بركات، وايضا هيكون معانا احد نجوم الطبخ النجم الكبير ايضا ناصر البرنس. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل نجومنا الكبار.